دكتور محمد فودة ونشوف الحالات اللي اختارها المباراة ضمك والطائي. تفضل ان شاء الله يا بدر. طبعا بالنسبه لضمك والطائي كان شكري الحنفوش حكم ساحه ومحمد العبكري ومحمد المطرودي وسلطان العكيري وزرايد الزهراني حكم فيديو وحسن ال سلام. نشاهد في المباراه 5 حالات. طبعا هذا طاقم التحكيم. الحاله الاولى كوره ارتطمت بجسم مدافع نادي الطائي وخرجت الى ركله ركنيه ولا يوجد هناك لمس كره باليد وبالتالي لا توجد ركله جزاء وركله ركنيه هو قرار صحيح من حكم المباراه لان الكره في جسم اللاعب وليس في يده وبالتالي لا توجد ركله جزاء لفريق ضمك. والحاله الثانيه كانت في الدقيقه 29 من زمن المباراه سقوط مهاجم الطائي داخل منطقه الجزاء ونشاهد هل كان سقوط اللاعب نتيجه تنافس طبيعي ام كان في دفع من المدافع للمهاجم. نشاهد الحاله ركله جزاء لم يعلن عنها حكم المباراه لفريق نادي الطائي نتيجه الدفع اللي قام به المدافع. نعم المهاجم دخل قدام المدافع ولكن لو تلاحظ يد المدافع اليمنى قام بعمليه دفع وبالتالي المهاجم فقد السيطره على نفسه حتى عندما سدد الكره. نتيجة السقوط والدفع اللي حصل من المدافع لم يتمكن من تسديد الكرة بشكل صحيح. مين حكم المباراة؟ حكم المباراة شكري الحنفوش. طبعا لم يذهب إلى حكم الفي آر نتيجة ممكن تواصل معاه أنه لا توجد ركلة الجزاء ولكن الدفع موجود. ولو تلاحظ حكم المباراة بعيد جدا عن الكرة ولم يكن أقرب. لو كان أقرب كان استطاع أن نشاهد هذه اللعبة وركلة الجزاء في الدقيقة 29 للطائي لم يعلن عنها حكم المباراة. الدقيقة 37 ايضا في سقوط لمهاجم ضمك. هذه الحاله لو تلاحظ انه مهاجم نادي ضمك اتى من الخلف وحاول ان يلعب الكره بالراس ولكن سقوطه نتيجه دخوله على المدافع، يعني اتى للمدافع من الخلف وحاول يلعب الكره بالراس وبالتالي لا توجد مخالفه على مدافع نادي ضمك الطائي واستمر اللعب. كان قرار صحيح لفريق من حكم المباراه. الحاله الرابعه في الدقيقه 53 نشاهد هدف ضمك الاول. هل الحارس حاول أن يسيطر على الكرة وحدثت مخالفة من المهاجم أم لا؟ نشاهد اللعبة الآن أنه بالنسبة للحارس المرمى حاول أن يسيطر على الكرة لكن لاحظ اشتراك المهاجم مع الحارس جعله لم يستطيع أن يسيطر على الكرة وبالتالي كان مفترض على حكم المباراة أن يعلن عن ركلة حرة مباشرة نتيجة المخالفة اللي حدثت من مهاجم نادي ضمك وسقطت الكره من يد الحارس واستفاد منها وسجل جول. هناك في لاعب في موقف تسلل لكن لم يكن له اي تاثير لانه عندما سددت الكره الان للمهاجم نادي ضمك لم يكن له تاثير على اي من المدافعين وبالتالي الهدف كانت المخالفه الاولى على المهاجم مع حارس المرمى. الحاله الاخيره في الدقيقه لا عفوا ابو فهد ايش رايك كابتن سمير في الحاله هاي؟ لا الحاله الاخرانيه دي اتفق فيها لان ما فيش فعلا هنا اي مخالفه وكان قرار الحكم سليم استمر اللعبه والقرار سليم. طيب نذهب للحاله كيف تتفق معاه في ايش؟ تتفق معاه في ايش؟ كابتن فودة يقول في خطا على استمر اللعبه وقرار سليم هنا ما فيش خطا اتعمل. هنا ما فيش اي خطا اتعمل هنا الحكم بس الكابتن فودة كابتن فودة كان له راي. عيد مره ثانيه ابو فهد رايك. الراي انه بالنسبه للحارس لم يستطيع ان يسيطر على الكره نتيجه اشتراك المهاجم معه وسقطت الكره من يده وذهبت الى مهاجمي نادي ضمك اللي استطاعوا ان يسجلوا هدف هذه اللعبه. يعني لو لم يشترك مهاجم نادي ضمك مع حارس المرمى لاستطاع ان يسيطر على الكره. طبعا ليس هناك في ميزه لحارس المرمى انه لا يشترك مع احد بس هنا تفضل يا كابتن. بس انا هنا مش شايف في اي احتكاك مع المهاجم مع حارس المرمى. يعني هنا حارس المهاجم ما اثرش اي تاثير على حارس المرمى. يعني ده ما فيش اي احتكاك بيهم طبقا للصوره اللي انا شايفها دي. الكره اتلعبت المهاجم ما اثرش على حارس المرمى هو نط قصاده بس بدون اي احتكاك. محمد يعني الشيخ محمد الشيخ كان عندك شيء؟ عندك تعليق؟ اي لا انا استغرب من الكابتن فوده ابدا ما في اي ملامسه من المهاجم للحارس ابدا اتفق مع الكابتن لا تستغرب هو راي انا قلت راي يعني لا 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 انا استغرب من ايش لا تستغرب استغراب بدون استغراب انك انت في وجهه نظرك انه ما فيها اشتراك فهذا شيء رايك انت لكن تستغرب من رايي هذا رايي وانا اقول انه في مخالفه على المهاجم كان مفترض على الحكم احترم رايك جدا ابو فهد وانا احترم رايك بس لا تستغرب لانه في طرح لو بدنا ندخل فيه نقول انه برضو استغرب الكلام اللي ينقال تفضل لا 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 اذا شفت شيء تستغربه مني قول استغرب لا انا استغرب ان انت تشوف حاله تقول انه في احتكاك او ملامسه او ابدا ما في يعني انا ما ادري يعني هل نشوف احنا غير اللي تشوفه انت واضح انه ما في اي احتكاك ابدا فراجع اللقطه مره ثانيه ومع الشباب على الاقل شوف
شفت ما في شفتها كابتن شفتها في الكنترول هناك وراجعتها واخذت قراري فيها. تفضل. عموما احترم رايك واحترم راي الكابتن سمير. الحاله الاخيره في الدقيقه 59 هنا في سقوط لمهاجم ضمك، المخالفه هل في مخالفه على مهاجم نادي الطائن؟ شاهد الحاله هنا في المهاجم مندفع وسقط نتيجه ارتطامه بجسم المدافع اللي ما ارتكب اي مخالفه لانها كانت في منتصف الملعب، لا توجد مخالفه استمر اللعب، كان قرار صحيح من حكم المباراه. هذه اهم حالات مباراه ضمك والطائف. شكرا لك ابو فهد.